درسنا كيف يعمل التنفس والتخمر على تحويل الطاقة الكامنة في المادة العضوية إلى طاقة قابلة للاستعمال المباشر على شكل ATP، على شكل ATP. إذ الآن سندرس مثالا لاستهلاك هذا ATP. إذن لكي نتعرف على الهدف، يعني الهدف ديال عملية تحويل الطاقة الكامنة في المادة العضوية مثلا في الجلوكوز إلى طاقة على شكل ATP. هذا ATP يصرف مثلا في العضلة على شكل طاقة ميكانيكية، وفي الخلايا العضلية أيضا يمكن أن يصرف من أجل تجديد المادة الحية. الألياف العضلية تجدد نفسها. إذن هذا مثال أيضا عندكم حذف من البرامج، وحافظونا على هذا المثال، هذا ديال استعمال يعني الطاقة الميكانيكية على مستوى العضلة. إذن ذاك ATP اللي نتجو عن طريق عملية التنفس وعن طريق عملية التخمر سيحول إلى طاقة ميكانيكية. غادي ناخذ كمثال بالنسبة للتقلص العضلي. إلى خدينا العضلة في التقلص ديالها، ما الذي يتغير؟ الحجم ديالها. ما معنى الحجم؟ شنو تقصد بالحجم؟ الطول ديالها تتمدد، يعني تتمدد خلال تقلصها تتمدد العضلة. تمدد في أي حالة يكون؟ هي عندما تتقلص ما الذي يقع لطول العضلة؟ ارتخاء، ينخفض الطول ديالها، يعني يقصر طولها. وما الذي أيضا يمكن أن يتغير؟ غادي ناخذ هذه العضلة، هذه تسمى العضلة ثنائية الرأس، لو بيسبس. هذا عندها في جهة رأس واحد، هذا نسميه بطن العضلة، بطن العضلة لو فونتر دي موسكل. في جهة عندنا وتر، وفي الجهة الأخرى عندنا زوج ديال الأوتار. لذا كنقولوا لو بيسبس العضلة ثنائية الرأس. العضلة سميت بالمخططة الهيكلية، مخططة هذا سنراه تظهر تحت المجهر مخططة، فيها خطوط في الطول وخطوط في العرض، لذا تسمى بالعضلة المخططة. عندنا عضلات ملساء، هذه العضلة التي تسمى ثنائية الرأس هي عضلة لها وتر من جهة ووترين من الجهة الأخرى. عندنا العضلة سميت بالمخططة الهيكلية، قلنا لأنها تظهر مخططة تحت المجهر. عندنا عضلات نسميها بملساء، ميسكليس. أحشاؤنا مكونة من عضلات ملساء، المريء، المعدة، الأمعاء الدقيقة إلى آخره. هذه الأحشاء هي مكونة من عضلات ملساء. لماذا؟ لأن تحت المجهر لا تظهر مخططة مثل العضلات الهيكلية. العضلات الهيكلية سميت ب يعني العضلة الهيكلية لأنها مرتبطة بالهيكل العظمي. هذه الأوتار هي التي تشدها مع العظام على مستوى المفاصل. إذن كل عضلة راه عندها ارتباط بالعظام في المفاصل. إذن هذه العضلة ثنائية الرأس إلى خديناها كمثال، ثني الساعد، هذا فليشيسمون دو برا هذا كيتسمى. ما الذي يقع لهذه العضلة؟ شنو يقع لها؟ ما نلاحظه؟ تنتافخ.
إذن هذه العضلة يقصر طولها، طول ديالها يقصر، لذا كتنتفخ. هذا النوع من التقلص ما كيتغيرش فيه التوتر كثير، لا يتغير التوتر، بل التوتر هو القوة. يعني العضلة باش تجذب وتعطينا الحركة كتمارس واحد القوة، هاد القوة كتسمى لو تونوس ميسكولار، كنقولو تونوس ميسكولار، وكنقولو يعني بالعربية التوتر ولا تونسيون، تونوس ميسكولار و تونسيون ميسكولار، التوتر التوتر العضلي. هاد التوتر ما يتغيرش كثير في هاد الحالة ديال الثاني السائد. الآن إذا كنت مثلا مدد اليد ديالي الدرع هكذا ونحمل واحد السطل كيمتلئ تحت الصنبور بشكل تدريجي، إذا ذاك السطل كيبقى يمتلئ، السطل عندما يمتلئ كتزيد الكتلة ديالو، الكتلة ديالو كترتفع باش أنا نبقى حاملو. العضلات شنو راه دير؟ هي راه مدة كتزيد في القوة، يعني التوتر ديالها يرتفع ولكن الطول يبقى ثابت، هو الطول ما يتغيرش ها، ولكن التوتر يرتفع. إذن عندكم متغيران في التقلص العضلي، عندي الطول ديال العضلة، طول لا لونغور ميسكولار، وعندنا التوتر لا تونسيون او لو تونوس ميسكولار. إذن إلا خدينا مثلا المثال الأول، ما الذي يتغير كثيرا؟ طول ديال العضلة. إذن عندي تقريبا التوتر يبقى ثابت، لو تونوس ريست أبو بري كونستون، ولا لونغور طول ما الذي يقع له؟ ينخفض ينخفض. الحالة الثانية حمل السطل يمتلئ بالماء، إذن عندنا الطول هو إذن الطول كيبقى ثابت، لا لونغور ريست كونستانت، وعندنا التوتر يرتفع. إذن هنا عندكم التوتر هو اللي يبقى ثابت، وهنا الطول هو اللي يبقى ثابت. هذا كيتسمى تقلص متساوي القياس، تقلص متساوي القياس. القياس كونتراكسيون، بالفرنسية كنقولو كونتراكسيون، ايزوميتريك، ايزو كتعني ميم، ايزوميتريك. هنا عندي العكس، ما الذي تغير؟ طول ديال العضلة والتوتر هو بقي ثابتا. إذن كنقولو تقلص متساوي ياش؟ توتر. التوتر هو اللي بقى ثابت، يعني خلال الارتخاء وخلال التقلص ما تغيرش كثير، كنقولو تقلص متساوي التوتر. التوتر كونتراكسيون كونتراكسيون ايزوتونيك، كونتراكسيون ايزوتونيك. إذن في الحالات الأخرى في الغالب عندما نقوم بالحركات كيتغيروا بزوج، يعني عندي تغير الاثنين، عندي تغير التوتر وتغير الطول. يعني خلال التقلص بصفة عامة الطول يقصر، طول العضلة يقصر والتوتر ديالها يرتفع. إذن التوتر كيزيد والطول ينقص، طول ينقص والتوتر يرتفع. هذا هو التقلص العضلي. بعد العملية ديال التقلص ما الذي يحصل؟ والارتخاء، كنقولوا الارتخاء، وخلال الارتخاء يوقع لي تمدد طبعا. هذا الارتخاء ما الذي يقع فيه؟ العضلة تستعيد أبعادها الأولية، يعني تستعيد الطول طولها الأصلي
وتستعيد ايضا توترها الاصلي. مفهوم؟ هذا هو. اذا غادي توضعوا لي اولا كبيره، وضعوا نوعان من التقلص العضلي، نوعان من التقلص العضلي. وضعوا عارضه اولى، عارضه في حاله ثني ساعد، في حاله ثني ساعد، ثني الساعد تتقلص العضلة ثنائية الرأس، عضلة ثنائية الرأس لبيسبس، تتقلص العضلة ثنائية الرأس، يعني في واحد الجهة عندها وترين، في جهة عندها وتر واحد، فتنتفخ ويقصر طولها، فتنتفخ ويقصر طولها، ويظل توترها ثابتا، ويظل توترها ثابتا. نقطة، هذا النوع من التقلص، هذا النوع من التقلص يسمى تقلص، اكتبوها بالأحمر، تقلص متساوي توتر، تقلص متساوي توتر كونتراكسيون إيزوتونيك. هيا مكتوبة، تقلص متساوي توتر كونتراكسيون ايزوتونيك، ايزوتونيك ميم تونوس، يعني نفس القوة، قوة تقريبا ما تتغيرش. عريضة ثانية، في حالة حمل سطل، في حالة حمل سطل من الماء يمتلئ تدريجيا يبقى طول العضلة ثنائية الرأس، يبقى طول العضلة ثنائية الرأس ثابتا لكن توترها يزداد. لدينا هذه الحالة توترها يزداد. نقطة، هذا النوع من التقلص يسمى، اكتبوها بالأحمر، تقلص متساوي القياس كونتراكسيون ايزوميتريك. متساوي القياس كونتراكسيون ايزوميتريك. إذن انتبهوا لهنا، بصفة عامة عندما تتقلص العضلة قلنا ما الذي يتغير فيها؟ الطول. ما الذي يقع له؟ ينخفض، يقصر طولها ويزداد توتره. ارجعوا للسطر، وضعوا ملحوظة، هناك متغيران خلال التقلص العضلي. طول العضلة، نقطتان، طول العضلة الذي يعرف
تناقصا، يعرف تناقصا، وتوترها الذي يعرف ارتفاعا. إذن نقطة، إذن خلال التقلص العضلي يقصر طول العضلة ويزداد توترها، يقصر طول العضلة ويزداد توترها. إذن غادي توضعوا انتبهوا، في العضلة هناك مجموعة من الظواهر كتملي في العضلة لكي يحصل هذا التقلص ونحصلوا على انخفاض في الطول وزيادة في التوتر. عندنا مجموعة من الظواهر، غادي نبداو بالظواهر الميكانيكية. الظواهر الميكانيكية هي اللي نلاحظوها. إذن هذه الظواهر الميكانيكية للعضلة هي التي سنبدأ بها. غادي توضعوا ثانيا الظواهر الميكانيكية للعضلة.